عايز اسال حضرتك سؤال. الصفقه اللي كان نفسك تاخدها النادي الاهلي وما جاتش، contratação يس، que eu queria para o Alan اللي كنت عايزها للاهلي وما قدرتهاش يجي، foi o Chicabal. كانت شيكابالا. شيكابالا. يس. assinou por nós, depois assinou pelo Zamalek. مضى للاهلي بس مضى بعديها للزمالك. foi o maior erro da vida dele. كان اكبر غلط في حياته. a vaidade dele estragou a carreira dele. ان هو بعد الغرور اللي كان عنده ده بوظ حياته المهنيه. لو كان جه الاهلي في وسط النجوم دي، لان هو في الفتره دي كانوا احسن منه، كان نجوم، كان هيكسب التواضع الكافي، وان هو عنده موهبه كبيره جدا، E acredito que teria sido grande jogador. وكان انا كنت متوقع له انه هيكون لعيب كبير جدا. مع كل احترام للزمالك طبعا، ده مش حاجه تبع الزمالك، انا كنت بتكلم على اسلوبه هو. الزمالك عامله على طول كنجم كبير، هو ما كانش لسه وصل للنجوميه الكبيره. كان عندهم ساعتها فريقين، شيكابالا فريق وفريق الزمالك فريق تاني. كانوا فريقين. في الاهلي عمري ما عملت الحكايه دي. مستر مانويل جوزيه لا يعترف بالنجوم، بيعترف باللعيب المقاتل اللي بيخدم النادي والفريق كل يوم. انا اعترف دايما بالموهبه وبالتواضع. O pertencer a uma equipa والانتماء للفريق implica, por muito vedeta que seja, أي وده بيبعت أي أي غرور. لازم يكون في بنشوف التواضع بتاع ميسي، وبنشوف التواضع بتاع كريستيانو رونالدو، بنشوف تواضع اللعيبة الكبيرة في كرة القدم العالمية. دايما بيكونوا موجودين في الفريق وبيساعدوا الفريق وبيشتغلوا زيهم زي الباقيين وبيلعبوا بطريقة جماعية، ما بيلعبوش لنفسهم. E foi isso que eu mudei no Al Ahly. وده اللي غيرته في الاهلي وغيرته في كره القدم في مصر. التعلم لعب الجماعيه ايا كان حجم الموهبه اللي عنده، ايا كان جوده اللعيب، لازم اهم حاجه مبادئ الفرقه، المبادئ الاساسيه الدفاعيه والهجوميه. شيكابالا ما حدش اجبره او علمه يعمل الحكايه دي. والاهلي كان الشغل كده. فعشان كده لما خد القرار خد قرار ما كانش خاطئ، وطبعا مع كل احترام لنادي الزمالك، هو ده مش موضوع خاص بنادي الزمالك، هو كان بيتكلم عن شخصه اكيد.